السلام عليكم. هشرح إن شاء الله مسألة بسيطة كده على البودي بلوت عشان الامتحان. يعني في البداية كده بيبقى المسألة جاية عبارة عن إيه؟ الـ open loop transfer function، مثلا واحد على S بلس نص، S بلس 1 في S بلس 2. فأول حاجة أنا بعملها بحطها بقى إيه في الصورة القياسية، اللي هي تبقى S مجموع عليها ايه واحد، او اس مثلا على سي رقم كونستانت مثلا ومجموع عليها واحد. هنا مثلا لما نلاقي مجموع عليها نص، فهناخد النص عامل مشترك يطلع بره، فيتبقى لي هنا واحد ونقسم الاس على نص. المهم يعني مش موضوع كبير، دي اوريدي موجودة في الصورة القياسية، ودي هناخد الاتنين عامل مشترك فيتبقى واحد، وهنا تبقى اس على اتنين، فيطلع لنا ايه بقى اللي هو الشكل ده. طبعا يعني اس مضروبة في نص اللي هي اس على اتنين يعني، وهنا اتنين مضروبة في اس اللي هي اس على نص. الارقام اللي خدناها عامل مشترك راحت مع بعض، اللي احنا خدنا من هنا نص وخدنا من هنا اتنين، فاتنين ونص مضروبين مع بعض بره يعني بقوا بواحد يعني، مبقاش في حاجة هنا. المهم بعد ما حطيناها في الصورة القياسية هنشيل كل اس ونحط جي اوميجا، تعويضة بسيطة خلاص. كل اس حطينا جي اوميجا، هنا بقت جي اوميجا، وهنا جي اوميجا، وهنا برضو جي اوميجا. بعد كده بقى بنحسب الزاوية. طب ازاي بنحسب الزاوية؟ دول دلوقتي موجودين فين في المقام، تمام؟ هنلاحظ دايما ايه، مادام هما موجودين في المقام فهنلاحظ ان الزاوية بتاعتهم بالسالب. يعني مثلا لو عايزين نجيب الزاوية للترم ده، فهي معروفة الزاوية تان ماينس وان التخيلي على الحقيقي، فاتنين أوميجا على واحد اللي هي اتنين أوميجا، فاحنا بنقول تان ماينس وان اتنين أوميجا، بس عشان هي في المقام فبنحط السالب. هنا برضه تان ماينس وان التخيلي على الحقيقي اللي هي أوميجا، وبرضه السالب اهو، وبرضه ده الترم التالت. البسط ما فيهوش حاجة غير طبعا الجزء الحقيقي اللي هي الزاوية بتاعته بصفر يعني، فمش هنلاقي أي حاجة في البسط. يعني لو كان في ترم من الترمات دي في البسط كان هيبقى بيتعامل بنفس الطريقة، بس بدل سالب هيبقى موجب يعني. واحنا دلوقتي بقى معانا ايه، معادلة الزاوية. وبعد كده بقى بناخد الترمات، كل ترم نكون منهم الجدول ده، نحط هنا الترمز بتاعتنا. فاحنا عندنا الترم اللي هو واحد على جي اتنين اوميجا بلس وان اهو، واحد على جي اوميجا بلس وان، واحد على جي نص اوميجا بلس وان، تمام. يعني الحتة دي مش مهمة قوي، بس احنا بنوضح نفسنا ايه في الجدول ده، ان الترم ده بيعبر عن ايه، هيبقى عبارة عن خط الماجنيتيود بتاعه قيمته بصفر لحد عند الفريكوانسي بكام، بنص، يبدأ يحصل له ميل بسالب 20 ديسبل. طيب هنا هيبقى برضو خط الماجنيتيود بتاعه صفر لحد الأوميجا لما تبقى بواحد، اللي هي يعني هنا أوميجا على واحد كده، دي لو اعتبرناها اوميجا على اتنين اللي هي يعني نص في اوميجا، يبقى خط ميلو صفر لحد الاوميجا باتنين، وميلو يبقى سالب 20. لو كان الكلام ده مش في المقام كان في البسط، كان ساعتها ميلو هيبقى ايه، 20 ديسيبل بدل سالب 20. طيب المعادلة اللي احنا طلعناها بتاعت الزاوية بنعوض فيها بشوية قيم بالW بسوري بالأوميجا، ونطلع شوية زوايا عشان نرسم بيها. يعني هي ما فيهاش مشكلة، المشكلة بتقابلنا دايما في الرسمة بتاعت الماجنيتيود. طيب هنروح للماجنيتيود، احنا بنعمل ايه، فكنا من الجزء اللي تحت مش عايزين. بنعمل حركة، بنعمل الخط بتاع الأوميجا، تمام، ده خط الأوميجا،
وبنعمل المحور بتاع الماجنتيود. طيب المحور ده ما بيبقاش عند الصفر، يعني ممكن يبقى عند 0.01 او ممكن نخليها 0.1 بس، ايا يكن، بس هو ما بيبقاش موجود عند الصفر لان ده لوغاريتم يعني. فهو هنا بدأنا نرسم من عند 0.01. هنا 0.01 يبقى هنا ايه، نضرب في 10، يبقى احنا هنا 0.1. طيب هنا 0.1 لحد هنا، يبقى كده احنا عند الواحد، وهنا يبقى عند العشر، وهكذا بقى 100 1000 ايا يكن الورقة جايبة لحد فين. هنا تبقى 100، المهم احنا كنا قلنا ايه، كنا عندنا تلات الحاجات دول هيترسم، فكنا بنقول ان الماجنيتيود بتاعهم بصفر لحد مثلا دي لما كان الاوميجا بنص، دي الاوميجا بواحد، دي الاوميجا باتنين. فاحنا هنفضل ماشيين ايه ماجنيتيود، ماجنيتيود صفر لحد ما الاوميجا تبقى بنص. فين الاوميجا بنص؟ اهي اللي هي النقطة دي. احنا قلنا ايه اللي هيحصل ساعتها، هننزل بسالب 20 dB. طيب نحدد ازاي ان احنا هننزل من هنا بسالب 20 dB؟ يعني ما بحبش انا فكرة التوازيات دي، بعملها بطريقة تانية. احنا دلوقتي واقفين عند نقطة اسمها ايه، على محور اوميجا اللي هي نص، والماجنتيود صفر. فانا متوقع لو انا بنزل بسالب 20 dB ان انا عند نقطة اللي هي، انا واقف عند النقطة اللي هي على الفريكوانسي بنص، وانا بقول هنزل سالب 20 ديسيبل بير ديكيد، الديكيد اللي هو 10 يعني. فانا عند النص، لو رحت عند الخمسة اللي هو هنا، المفروض انزل سالب 20 dB اللي هو هنا. يبقى انا لو عملت خط كده يبقى هو ده الخط اللي ميله سالب 20 dB اللي هو الجزء ده. بس ايه، نلاحظ ان احنا عندنا ترم تاني عند الاوميجا بتساوي واحد بينزل كمان هو بسالب 20 dB. طب فين الاوميجا بتساوي واحد؟ اهو المنطقة دي. فعند النقطة دي احنا كنا اوريدي نازلين بسالب 20 dB. هيحصل لنا ايه، ننزل بسالب 20 dB كمان، يبقى احنا بننزل بسالب 40. طيب نجيبها، نجيب الميل ده ازاي؟ احنا عند النقطة دي على الفريكوانسي بواحد، يبقى عند الفريكوانسي بعشرة هنا كده، المفروض متوقع ان انا انزل سالب 40 لتحت. تمام، خدوا بالكم اللي احنا كنا مقسمينها ايه من الاول كده، دي كانت سالب 20 ودي سالب 10، فانا هنزل سالب 40. يعني هنا كده تقريبا. فلو انا عملت خط من هنا لهنا، ده الخط اللي ميله سالب 40. بس كان عندي ايه برضو، عند الاوميجا بتساوي 2 في كمان خط بيميل بسالب 20، يعني يبقى عند الاوميجا بتساوي 2 هتبقى بنفس الفكرة برضو. اروح كده هنا وانزل بقى ايه سالب 60، هلاقي حاجة بقى تحت هنا واوصل الخط ده. طبعا بقى الزيادات دي بنمسحها، يعني الحتة دي تتمسح، يعني الخطوط تتعمل خفيفة في الأول بحيث إن هما نظبطهم على بعض، وبعد كده ننتقل بقى للرسمة الأخيرة بس. فتطلع دي رسمة الماجنتيود، الرسمة بتاعت الفيز، هي شوية قيم بنعوض بيها ونوصل ببعض. مفيش فكرة صعبة يعني في الماجنتيود، لو كان الخط بيطلع 20 كنا هنطلع 20 عادي، لو بينزل سالب 20 هننزل نفس الفكرة. شكرا.